حلم تحقيق الصعود يبقى يغازل أولمبندية الموسم الثالث على التوالي، ليتشبث أبناء الطيطري بمقدمة الترتيب واستعادة نشوة الانتصارات بفوز سادس له حتى الجولة 13 بعد هزيمة رابعة في الجولة الماضية وخمس تعادلات في المجموع. المنافس هذه المرة كانت مدرسة بارادو، وخصم لم يتهاون معه أشبال المدرب سليماني منذ انطلاقة اللقاء. ست دقائق فقط، الأولمبي نجح في الوصول إلى شباك نادي بارادو. أخذ ورد الكرة بالجرفي يسدد كرة أرضية يوقع بها الهدف الأول. هدف أهداه اللاعب لزميلهما الحارس نسيم أسرير المعاقب بأربع مباريات. نادي بارادو لم يضيع الوقت ليرد الصفعة في الدقيقة 21 بعمل فردي من بن خليفة الذي يراوغ بطريقة جميلة في منطقة العمليات، يتعرض إلى عرقلة أعلن على إثرها الحكم بشير عن ضربة جزاء. ضربة جزاء نفذها بالعياد بنجاح مرجحا الكفة لفريقه، لينطلق الأولمبي في رحلة البحث عن أهداف لم يستغلها جيدا عدادي. وفي الدقيقة 33 تغيير اضطراري، وهذه المرة ليس للاعبين ولكن للحكم الرئيس بشير الذي تعرض إلى إصابة جعلته يغادر الميدان، وتعويضه بالحكم الرابع محتوك الذي تولى المهم. يتواصل اللاعب دون جديد، ونهاية المرحلة الأولى بالتعادل الإيجابي هدف لمثله. الشوط الثاني، أولمبندية دخل مصرا على الظفر بالنقاط الثلاث، وكرة من بلغرفي هذا الأخير يسدد بقوة من بعد 25 متر، ردها حارس بارادو وجدت في انتظارها اللاعب سعدو الذي وقع الهدف الثاني. هدف كان بطريقة جميلة ومن تسديدة قوية، وسعدو كان في المتابعة ليتعرض إلى إصابة طالت حتى المدرب سليماني الذي فرح كثيرا بهذا الهدف. الدقائق الأخيرة من المباراة تجلت فيها سيطرة أصحاب الأرض، وبنوح يفوت فرصة إضافة هدف ثالث للأولمبي في هذه الكرة على طبق، لتنتهي المباراة بفوز أولمبندية بالزاد كاملاً.